اعزائي المشاهدين والمشاهدات اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج معرفه القدوس في حلقه النهارده عايز ابتدي بسؤال لاعزائي المشاهدين والمشاهدات نفكر فيه بصوره شخصيه هل يا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهده ليكوا اعداء هل اختبرتوا في فتره من الحياه ان حد جايز انت ما عادتش حد او انت ما عادتيش حد لكن حد خد موقف عدائي منك او منك الموقف العدائي معناه ان ال يعني وراه ان العدو بيكره لكن معناه انه بيبقى في موقف مضاد الشخص المعادي لما بيقف ضدنا بيبقى بيحاربنا وبيتمنى ضرر لينا او بيسبب ضرر فعلي لينا فتعريف العدو أو العداوة هو أي شخص أو شيء مش لازم يكون شخص بياخد موقف مضاد بيحاربنا وبيسبب ضرر لينا حتى لو كان هذا العدو داخلنا يعني لو كان الإنسان جواه مثلا ضعف معين أو في عادة سيئة معينة فدي دايماً ضده بتحاربه وبتخليه بتسبب له ضرر انسان مثلا عنده ادمان، انسان عنده فكره غلط مسيطره على حياته ومسببه له مشاكل كثيره جدا فبتعمل ضده، واقفه ضده وبتحاربه. الحقيقه انه الكتاب المقدس بيقول لنا ان الله محبه وما فيهوش اي عداوه على الاطلاق. والله المحبة اللي كنه المحبة لما خلق العالم خلق عالم مليان محبة ويتملى بالمحبة وما يبقاش فيه أي نوع من العداوة. لكن لما نبص على واقع العالم نلاقي إنه مليان عداوة ولما نبص على حقيقة حياة البشر نلاقي إن العداوة صفة موجودة في كل مكان. لدرجة إنه يعني اللي عايزين يرفضوا ربنا وبيلاقوا حجج ضده احيانا يقولوا ازاي الله المحب او ازاي الله الصالح يخلق عالم فيه شر وفيه عداوه وطبعا دي يعني كحقيقه هي حقيقه ان العالم والخليقه الان لا تعكس صوره الله المحب لان فيها عداوه لكن المفهوم المسيحي ان العداوه والشر في العالم هم داخلين على خليقه الله والله في خطته انه ينزع الشر تماما ويلغي العداوه تماما من مشاكل الانسان ان هو بيشوف ان العدو احيانا هو اخوه الانسان فاحنا احيانا كتيره قوي بنشوف اعداء خطا او بنعتقد ان ان عداوتنا مع بعض ناس او بعض اشياء بصوره خاطئه يعني مشكله البشر انه ما بيشوفوش اعدائهم الحقيقيين وبيشوفوا ان العداوه بين البشر وبعض ونلاقيها على كل المستويات هناك عداوات بين الدول الدول حاسه انه انهم ضد بعض وفي عداوات بينهم وفي اشياء تاريخيه ومتراكمه، عداوات بين الحضارات وبعضها، طريقه المعيشه وبعضها. عداوات بين الاديان وبعضها، عداوات بين افراد ومجموعات في المجتمع وبعضهم. ساعات تلاقي كده واضح العداوه في المجتمع بين طبقات مختلفه او مجموعات مختلفه ممكن تلاقي الناس بيبصوا للمسؤولين اللي في السلطه السياسيين على انهم فاسدين وانهم سبب كل مشاكل المجتمع او الناس تبص على التجار ويفكروا فيهم إنهم كل سبب كل المشاكل الموجوده بسبب جشعهم او طمعهم الى اخره ويبقى في عداوة أو شعور عدواني. الفكرة مش إن احنا ننكر إن في عداوات زي كده، لكن السؤال الحقيقي النهارده هو مين العدو الحقيقي اللي ورا كل العداوات دي؟ هل العداوة الحقيقية هي بين الإنسان وأخيه الإنسان؟ ولا في عدو حقيقي بيغذي كل العداوات دي وهو اللي بيحرك كل ده من وراء الستار؟ وده سؤال مهم لانه طاقه الانسان ووقته مستنزفه جدا في العداوات بين البشر وبعض، وبين الدول وبعض، والشعوب وبعض، والاديان المختلفه وبعض. طاقه الانسان ووقت الانسان وحياه الانسان مستنزفه في عداوات كاذبه، وعداوات مش حقيقيه، وعداوات خطا و بلا نتيجة، الوقت والطاقة دي مستنزفة بلا نتيجة، فإذا السؤال اللي بيطرح نفسه النهارده إزاي نعرف العدو بتاعنا الحقيقي؟ مين هو عدو الإنسان الحقيقي؟ محتاجين في 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 إجابة السؤال ده إن إحنا نفكر فيه من ناحيتين، مين اللي بنعتقد خطأً إن هو عدونا؟ ما نعتقد أنه عدونا خطأً والسؤال الثاني طيب مين العدو الحقيقي ما نعتقد ان هو خطا عدونا هنشوفه من الافكار اللي موجوده وهنشوفه ببساطه لو سالنا سؤال ايه اللي انت خايف منه يعني حتى بصوره شخصيه في حياتك او حياتك كمشاهد اللي بت... اللي بت... اكبر عدو ليك شخصيا بصوره شخصيه هو اكتر حاجه انت خايف منها يعني ما تخاف منه هو ما تعتقد انه عدوك الاول، واحيانا الواحد خايف من حاجات كتيره، لكن اكتر حاجه خايف منها هي عدوه الاكبر، واللي بعديه اقل واللي بعديه اقل وهكذا، ممكن حد مثلا خايف من المرض جدا اكتر من مثلا العوز او الفقر والعكس صحيح، واحد تاني خايف من الفقر فده بيشوف ان هو عدوه الرئيسي. لكن السؤال الثاني اللي هو طب مين هو العدو الحقيقي ورا كل الاعداء دول ده اجابته نلاقيه في كلمة الله فهناخد الناحيتين مع بعض لو بصينا على الافكار المختلفة عن إيه, ايه هو عدو البشرية ايه اكبر عدو للانسان ايه اللي مسبب لان الانسان حياته مستعيدة فيها, فيها مشاكل فيها صراعات الى اخره نلاقي ان في نظرات مختلفه في نظرات اجتماعيه في نظرات سيكولوجيه او نفسيه او اخلاقيه في نظرات دينيه وفي في الاخر زي ما قلنا الكتاب المقدس بيقول ايه اول حاجه لو بصينا على النظره الاجتماعيه نلاقي انه النظره الاجتماعيه في عمقها في فكره ان في ثلاث اعداء مهمين جدا للانسان هم الجهل والفقر والمرض الجهل والفقر او ساعات يتقال عليه الجوع او العوز والمرض والتلاته دول ليهم علاقه ببعض وبلا شك انهم اعداء صعبين لو ابتدينا بالجهل مثلا الجهل عدو صعب جدا لان الجهل اكتر حاجة سيئة بيعملها في الانسان انه بيقلل من انسانيته بيخليه يعيش في مستوى تحت انساني أقل من الوضع الممجد اللي ربنا خلقه فيه بسبب الجهل. الجهل هو وراء أحيان كتيرة إن إنسان بيقتل أخوه الإنسان ويفتكر إنه بيعمل حاجة صح، الجهل كمثال يعني أمثلة كتيرة جدا مش هناخد وقت يعني نضيعه، لكن مثلا في بعض المجتمعات اللي فيها جهل جديد اللي يخلي الأهل ي... ي... لما يجيلهم طفلة بنت يقتلوها ولو ولد يخلوه بسبب افكار جهل فشوفوا قد ايه الجهل بيقلل من قيمه الانسان ومن انسانيته ويسبب له اضرار كثيره جدا واكبر مشكله في الجهل انه مختفي يعني ايه؟ يعني الجاهل يجهل انه جاهل الجاهل يجهل انه جاهل البساطه غير الجهل ساعات الناس فاكره يعني ان الجهل ده حاجه كويسه، لا، اللي مستحب البساطه مش التعقيد، لكن البساطه ما يزال فيها ان الانسان عنده ادراك وفطنه حلوه وان كان ما عندوش معلومات كثيره قوي، ده غير الجهل. نقف عند كده، ناخد فاصل قصير ونكمل حديثنا بعد الفاصل. نمرة اتنين في النظرة الاجتماعية بعد الجهل هو الفقر. وهنا الفقر يعني اللي اقصده هو الفقر الشديد مش الفقر النسبي يعني واحد اقل فلوس شوية من حد تاني لا الفقر اللي هو لدرجة العوز يعني احتياجات الانسان الاساسية مش قادر عليها. فالفقر ايضا عدو لانه بيسبب معاناة للناس وبيسبب اضرار احيانا. صحيح النفس الانسانيه تستطيع ان تسمو فوق مشكله الفقر وتفضل بنفس الكرامه وبنفس العزه الانسانيه لكن هذا لا يلغي ضرره او يخلينا نتصالح مع الفقر او نفتكر انه حاجه كويسه في حد ذاته حاجه الثالثه غير الجهل والفقر هو المرض المرض ايضا شيء سيء وعدو بلا شكل الانسان لانه مؤلم بيسبب له الم ومن أسوأ الحاجات أن بيحد من قدرة الإنسان على أنه يعمل حاجات يعني يحد من قدرته يخليه ما يقدرش يعمل اللي يستطيع أن يعمله يعني عشان نحس بالمثل أي, أي شيء كويس في مرض بيحد من قدرة أم على أنها تاخد بالها من ولادها وتبقى قاعدة متألمة جدا أنها مش قادرة تعمل اللي محتاجة تعمله عشان ولادها برضو مهم جدا نفرق في, في مفهومنا للمرض بالذات من من الناحية أو النظرة الروحية والدينية ما, ما, ما نفهموش بطريقة غلط احتمال المرض درجة روحية محبوبة احتمال المرض درجة روحية ممدوحة لكن تمجيد المرض في حد ذاته هذا ليس من الله الحقيقة مش من ربنا خالص ان احنا نمجد المرض ونقول ان هو خير او شيء كويس في حد ذاته الله ضد المرض اكبر دليل على كده المسيح كانت شغله الشاغل في وجوده على الارض انه يشفي المرض كان دائما ضد المرض ويشفي المرض الثلاثه بيغذوا بعض يعني الجهل بيسبب مفيش شك فقر و... وممكن يسبب مرض والفقر أحيانا بي... بيحد من قدرة الإنسان على التعلم وممكن وب... بيسبب مرض والمرض ممكن بيخلي الإنسان ما يقدرش يكسب كويس ويبقى عايش في فقر وما يقدرش يتعلم كويس فالتلاتة بيغذوا بعض ودي المشكلة الله ضد التلاتة بالكامل الله ضد الفقر وضد الجهل وضد المرض بلا شك المسيح قضى حياته على الأرض يعلم ويشفي ويسد الاحتياجات اللي محتاج يديله احتياجات ويشبع اللي جعان يقدم احتياجات للي محتاجين فواقفه كان واضح جدا معونة الله في الظروف الصعبة سواء المرض أو الجهل أو الفقر مش معناها ان هو مبسوط منهم او راضي عنهم، ما نخلطش بين الاثنين، الله لا يترك الناس في احتياج فبيعينهم في الظروف الصعبه. لكن مش معنى كده انه راضي على كده او عايش عايز الناس تعيش كده اطلاقا. ما خلقش الانسان يعيش في الثلاثه دول، لكن طبعا الله حاطط مسؤولية في مسؤولية على الجماعة على المجتمع على الحكومات إنها مفروض تغير هذا الواقع وربنا ما بيلغيش مسؤولية الجماعات والمجتمعات والحكومات هناك أيضا حرب للشيطان بيحارب ولابد إن الإنسان يكون واعي ليها فالله ضد الثلاثة لكن لما نبص على الحل الاجتماعي في النظرة الاجتماعية هو ان الانسان عشان يتخلص من الثلاث اعداء دول محتاج معرفة تعليم محتاج اكتفاء يعني رخاء يبقى موجود في 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 المجتمع ومحتاج صحه طبعا الثلاث حاجات دول شيء رائع لكن النقطه المهمه هي الاتي ان الواقع الصادم في الحكاية دي أن المجتمعات اللي حققت كده ما تحلتش كل مشاكلها المجتمعات الغربية المتقدمة الناجحة اللي فيها معرفة وتعليم عالي اللي فيها اكتفاء الناس مش عايشة في عوز شديد وفقر اللي فيها صحة ومستوى من العلاج عالي مش معنى كده ان هي بقت مجتمعات اختفى منها كل المشاكل ما زال البؤس موجود ما زال الصراع الانساني موجود ما زال العداوه بين البشر وبعضها موجود فاذا بنكتشف ان هناك مشكله اعمق من الثلاث مشكلات دول في الحاله الانسانيه او في حياه الانسان هناك عدو اكبر للانسان وراء المرض وراء الفقر وراء الجهل. مش معنى كده ان احنا نتجاهل التلات اعداء دول ومش روحي ولا مسيحي ان نتجاهلهم بالعكس قضيه العداله الاجتماعيه قضيه اساسيه جدا في المسيحيه. المسيح قضى وقته زي ما قلت بيعالج التلات مشكلات دول والمسيحيين الاول عاشوا كده والكنيسه في تاريخها تاريخ خدمه اجتماعيه الكنيسه اهتمت طول عمرها بالتعليم بعلاج اللي محتاجين بسد احتياج الفقراء التلات حاجات دول كانوا تلات حاجات أساسية جدا في خدمة الكنيسة وما زالوا آآ 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 الآن فإذا موقف الـ الـ الكنيسة موقف الله مش تجاهل التلات مشاكل دول لكن موقف بيقول إن مش بس دول ده مشاكل أكتر من كده ننقل على المشكلة لجوه الإنسان نفسه طيب مش بس الوضع الخارجي والمجتمعي والنظرة الاجتماعية لكن طب الإنسان نفسه فنظرة علم النفس أو النظرة الأخلاقية تبص أحيانا على الإنسان وتقول اه الإنسان بقى عنده مشكلة في طريقة تفكيره وفي أخلاقياته بتبان في انه يخاف من حاجات معينة وان الانسان بالطبيعة دي, دي, نظرة تانية برضو بالطبيعة عنده مخاوف اساسية مشتركة بين البشر وبعضهم يعني في حاجة ان الانسان بيبقى عنده مشاكل معينة او مخاوف معينة وفي مخاوف مشتركة بين البشر وبعض أحد مثلا ال ال الكتاب في علماء النفس كتب كتاب عن إن في خمس مخاوف أساسية يشترك فيها البشر كلهم، قال كده هما إيه؟ قال إنه الخوف من الفناء يعني الموت، يعني إن الواحد موجود، ده خوف الإنسان الحاجة اللي الواحد بيخاف منها دي عدو له، الإنسان شايف إن ده عدو وده شيء طبيعي مشترك بين البشر وبعضهم قال إن الخوف من الضرر الضرر البدني أو إن الإنسان يعني يعي أو يجي له مشكلة في جسمه أو يجي له ألم أو يعجز يبتدي يتعب بيخاف بيخاف من الحاجات دي فده عدو الشيخوخة عدو المرض عدو إلى آخره عدو تاني اخوف تاني ان الانسان بيخاف من فقدان الاستقلال او الاوتونومي اللي هو ان الانسان يبقى معتمد على نفسه يبقى محتاج للاخرين ايضا احتياج نفسي وايضا خوف نفسي ان الانسان ده عدو الانسان مش عايزه نمرة أربعة قال الخوف من الانفصال separation أو rejection الخوف من الرفض رفض الآخرين الإنسان محتاج أن الآخرين يقبلوه أن يكون له علاقات فبيخاف والإنسان اللي بيواجه رفض في حياته بيحس أن ده عدو صعب جدا الحاجة الخامسة والأخيرة وهو يعني عملهم كده زي هرم من الأول للآخر الموت نمرة واحد تحت خالص أساسي لغاية خامس حاجة حسب درجة حياة الإنسان الخوف من الإهانة أو فقدان الكرامة الخوف أن الإنسان يتهزأ قدام الناس الخوف أن الإنسان يعني سمعته تتبهدل قدام الناس الناس تشوفه بطريقة وحشة يبصوله بطريقة وحشة بلا شك ان دي ايضا مخاوف حقيقيه ومخاوف بتعكس اشياء مهمه في حياه الانسان لان الانسان اتخلق كمخلوق يعكس مجد الله وصوره الله فبالتالي هو انسان خالد اتخلق يستمتع بصحته وبجسمه اتخلق يعيش حر ومعتمد على نفسه ويقدر يخدم الاخرين ايضا اتخلق انه يقدر يعمل علاقات ويستمتع بيها ويبص لنفسه بصوره كويسه ويشوف الاخرين شايفينه بصوره كويسه، مهم له الحكايه دي. فدي حاجات اتخلق بيها الانسان ومش يعني مش روحانيه صح ان احنا نفكر مش مهم الحاجات دي، بالعكس دي اشياء مهمه جدا واحتياجات مهمه جدا لا نقلل من قيمتها، لكن هل هي المشكله الحقيقيه والعدو الاصلي؟ ناخد فصل قصير ونكمل حديثنا بعد الفصل في مزمور تمانيه ربنا بيدلنا كده فكره لمحه عن النظره بتاعته للانسان على لسان المرنم بيبص لربنا شايف الانسان ازاي ووضع الإنسان إزاي لما اتخلق فبيقول في المزمور تنقصوا قليلا عن الملائكة وعلى فكرة الملائكة الترجمة بتاعتها الكلمة الأصلية في العبري ألوهيم يعني الكلمة الأصلية تنقصوا قليلا عن الله بمجد وبهاء تكلله خلقته بالمجد والبهاء بتاعك تسلطه على أعمال يديك جعلت كل شيء تحت قدميه فخلقه يبقى في وضع رائع في مجد في مكلل بكرامه له سلطه على كل الاعمال اللي عملها ربنا والاشياء اللي خلقها ربنا وكل شيء تحت قدميه فده في خطه الله ومش غريب ان الانسان يبقى محتاج حاجات نفسيه في الاتجاه ده والحاجات اللي تنزع منه ده الموت المرض ما يفقد الاوتونومي بتاعه اخره كل دي حاجات يشوفها كعدو المشكله الحقيقيه ان الانسان فقد جزء من المجد ده الانسان واقعه تغير بعد السقوط وفقد جزء من ده زي ما هنشوف دلوقتي يبقى خدنا النظرة الاجتماعية والنظرة السيكولوجية أو النفسية أو الأخلاقية النظرة الدينية ولما أقول النظرة الدينية بقصد الأديان المختلفة في العالم كله حتى الأديان الشرقية بما يشمل البوذية الهندوسية الكونفوشيسية إلى آخره في النظرات الدينية بنشوف بعض حاجات جديدة على مشكلة الإنسان أو عدو الإنسان بنشوف الإنسان بعض الافكار مثلا ان فكره دينيه ان عدو الانسان هو ذاته اهتمامه بذاته كبريائه انانيته ان هو بيفكر بطريقه ذاتيه وفي الراي في الراي ده ان الحل هو التواضع التخلي عن الذات تفضيل الاخر الدوبان في الكل بدل ما يبقى الانسان مركز على ذاته ناحيه تانية هو الرغبات ان يعني بالذات دي اكتر في البوذيه والاديان اللي شبهها انه مشكله الانسان انه عنده رغبات لو يتخلى عن رغباته يستريح اللي تعبه انه عنده شهوه عايز حاجات فبتخلي يبقى عنده طمع بتخلي انه يبقى انسان عنده رغبه في الماديات وتعلق في الماديات الى اخره والحل ايضا هو التجرد من الرغبات وجزء من الروحانيه مثلا في الفكر ده ان الواحد يتجرد من الرغبات بتاعته. المشكله في النظرتين دول وفي الرأيين دول والاتجاهين دول الذات او الرغبات ان الانسان لا يستطيع الانسان لا يقدر على انه لوحده يتخلى عن ذاته او يصلح نظرته لذاته ولا يقدر يتخلى عن رغباته من نفسه. وبيحاول لكن ما بيقدرش. ما يحتاجه الإنسان ليس التخلي ولكن تصليح اللخبطه اللي حصلت في الذات واللخبطه اللي حصلت في الرغبات، والحل المسيحي والفكر المسيحي مش بيدي تخلي عن الذات وبس أو تخلي عن الرغبات لكن بيدي تصليح ليها. نيجي للكتاب المقدس بيقول ايه عن العدو الحقيقي للانسان في الكتاب المقدس في عدو واحد فقط واصلي للانسان وبيجيب بعد كده عدوين تانيين لكن العدو الاصلي والاساسي للانسان في الكتاب المقدس هو الشيطان هو ابليس هو المضاد هو المشتكي يقول كده في أفسس الستة آية 12 فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم أدي مشكلة البشر قاعدين يتخانقوا مع بعض وفاكرين إن هم أعداء بعض بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات عدوه ما بيرحمش جدا عدو هو اللي بيسبب كل الأعدوات التانية وعدوه هو اللي بيحركها من ورا الستار وما عندوش منع ابدا ان هو يبقى مختفي الشيطان ليه ما يهموش ان هو يبان ان هو عدوك او عدوي او عدوك بالعكس من مصلحته وبيحب كده جدا آآ آآ في في كلام المسيح عن الراعي الصالح في يوحنا 10 قال كده وصفه قال قال السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك فعداوته مش يسبب شويه ضرر لا عايز يضيع الانسان عايز يهلكه تماما ده العدو الاصلي اللي ورا المشاكل الاجتماعيه اللي ورا العدوات البشريه اللي ورا مشاكل الانسان النفسيه ورا شعوره بالذات الغلط اللي ورا رغباته اللي بقت منحرفه ومش صح هو اللي ورا ده كله لان الشيطان لما حارب الانسان عمل فيه ايه جاب له الخطيه وخلى ياخد موقف من الله هذا الموقف في السقوط سبب في الانسان فساد فبقى داخل الانسان مش ماشي مع الله وبقى عنده مرض اسمه مرض الخطيه بقى عنده موقف ضد الله بقى من الداخل مضاد لله فالكتاب المقدس يقول لنا تعبيرات ان الانسان بقى في عداوه مع الله يقول لنا تعبيرات انه اهتمام الجسد يقصد فكر الجسدي او الذاتي عداوه لله في روميا 8 في عداوه للإنسان سببها إيه؟ إن العدو الأصلي وقع الإنسان في 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 موقف مضاد لله، فبقى العدو نمرة اتنين في القضية الخطية، وبعدين الكتاب المقدس لنا أيضاً إن بالخطية دخل الموت في حياة الإنسان، فإذا كان الموت عدو للإنسان هو عدو حقيقي. وإذا كان الإنسان بيخاف منه ففعلاً إنه ده شيء سيء المفروض يخاف منه، مش الله ما خلقش الإنسان يموت. لكن الموت دخل للعالم بالخطية، فالعدو الأصلي والوحيد والأساسي هو الشيطان اللي دخل الخطية ودخل الموت لحياة الإنسان، وبقوا التلاتة دول الشيطان والموت والخطيه هم الاعداء الحقيقيين اللي ورا كل حاجه بتحصل للانسان وكل المشاكل الانسانيه البشريه اللي في حياه الانسان. عداوه الشيطان للانسان نقطه مهمه جدا هي بسبب عداوته لله يعني هو عادي للانسان بسبب ان هو عادي لله. لو نفهم النقطة دي نفهم المسيحية بطريقة مختلفة خالص عشان كده في المسيحية الله بيشوف نفسه طرف في هذه العداوة زي واحد له ابن وله عدو فبيحذر ابنه من العدو ده بيقول له ما تخليهوش لو قابلته يضحك عليك ده عدو لينا ده عايز يضرك ولو قالك حاجة يبقى كذب ولو كذب عليك عشان يضرك فالابن ده قبل العدو وضحك عليه فعلا وسبب موقف وقيعة بين الابن وابوه موقف الاب مش بيقول لا انا حذرته حذرت ابني وهو اللي ما سمعش الكلام مفروض يستحمل اللي حصل له لا موقف الابن الاب بيقول ان العداوة دي معايا انا فانا ما زلت مسؤول ورغم مسؤولية ابني وغلطته انا باخد المسؤوليه وبواجه العدو الاصلي وبحل المشكله معاه هذه هي القصه المسيحيه ان الله يحمل مسؤوليه هذه العداوه ورغم مسؤوليه الانسان بيقول انا اللي حل المشكله دي انت ما تقدرش تحلها لوحدك ففي القصة المسيحية الله يواجه العدو الحقيقي للإنسان وهو الشيطان وينتصر عليه شخصيًا هو والأعداء التانيين اللي جابهم الموت والخطية ويقدم هذا الإنتصار للإنسان ويقول له اتفضل بقدم لك انتصار. القصة المسيحية أيها الأحباء هي انتصار الله شخصيًا على أعدائه وأعداء وأعداء الإنسان. وقيامة المسيح كانت تتويج لهذا الانتصار لما قام المسيح انتصر على الشيطان وعلى الموت وعلى الخطية وبقينا احنا منتصرين فيه يقول كده في أفسس اتنين يقول وأقامنا معه أقامنا مع المسيح الله أقامنا مع المسيح وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع فاحنا في قيامة المسيح بقينا منتصرين ولنا حالة انتصاره المسيح القائم انتصر والمسيح القائم أقمنا معاه ونحن منتصرين ولنا انتصار ولنا أن نستمتع بنتائج هذا الانتصار الله في المسيحية لا يقف متفرجا لا يقف مساعدا من بعيد أو مرشدا من بعيد ولا حتى بيقول أنا عملت حاجة في الماضي عملت اللي علي وعليك الباقي الله انتصر وأقامنا معه في وضع انتصار والآن يقول لنا اتمتع بنتائج هذا الانتصار المسيحية أيها الأحباء مؤسسة على حاجة حقيقية مش على أمنيات على إن في مسيح عاش واتصلب ومات وقام وقائم قاعد منتصر في السماوات ولنا انتصاره الواقع الحاضر بتاعه معناه إن لنا انتصاره وإلى اللقاء في حلقة 可能。